متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله وقتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر وأحدث صور الأقمار الاصطناعية التي أشارت وتشير إلى تقريبا أن أجزاء واسعة من المملكة تخلو من تواجد هام للسحب، سوى بعض المناطق متفرقة مثل المناطق الشرقية من حائل والتي تعرضت لبعض الزخات المحلية من الأمطار، بالإضافة لبعض الغيوم على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. خلال ساعات نهار يوم غد الثلاثاء تبقى بعض فرص الأمطار مهيئة في أجزاء محدودة من المناطق الوسطى، ولكن اعتبارا من يوم الأربعاء يتقدم هواء بارد وكتلة هوائية باردة قادمة من بلاد الشام، ويمتد منخفض البحر الأحمر باتجاه المملكة، ويتصادف ذلك مع امتداد لهواء ساخن ورطب قادم من المناطق الجنوبية، الأمر الذي يعمل على حدوث وارتفاع فرص هطول الأمطار يومي الأربعاء والخميس فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة بما فيها المناطق الساحلية، مرتفعات مكة والطائف ومرتفعات المدينة المنورة، بالإضافة لبعض المناطق الساحلية هناك بما في ذلك أيضا مدينة جدة، وامتداد هذه الأمطار نحو الشرق والشمال الشرقي تشمل أجزاء من القصيم وحائل، وبالإضافة للمناطق الشمالية الشرقية وحفر الباطن. هذه الحالة المطرية متوقع أن تستمر يومي الأربعاء والخميس بمشيئة الله تعالى وتحت المراقبة، والتي تحتاج إلى مراقبة مستمرة كون هناك فرص للأمطار أيضا تمتد إلى مناطق مختلفة ربما تشمل بذلك مدينة جدة. عقب هذه الحالة الجوية توقع أن يندفع هواء بارد جدا باتجاه المملكة، يعني تسجل درجات الحرارة انخفاضا ملموسا عليها خاصة مع عطلة نهاية هذا الأسبوع وبعد يوم الخميس والجمعة، وتكون يوم السبت المقبل ربما مناطق من شمال ووسط وشرق المملكة تحت تأثير أول موجة باردة لهذا الموسم. خرائط توقعات الأمطار والمعالجة الحاسوبية تشير إلى كما ذكرنا سابقا بأنه مع ساعات مساء هذا اليوم هناك فرص لبعض الأمطار في المناطق الشرقية من حائل وبعض المناطق الوسطى، أما غدا في ساعات النهار فتزداد تدريجيا فرص هطول الأمطار فوق المناطق الجنوبية الغربية من المملكة تشمل مرتفعات عسير وأبها والباحة وصولا لمرتفعات الطائف وأجزاء أيضا من مرتفعات مكة المكرمة، وقد تمتد شمال إلى بعض مرتفعات المدينة المنورة. بعض زخات الأمطار واردة على شكل تخريجات بحرية محلية في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة تشمل سواحل الليث وربما القنفذة أيضا، تتراجع فرص الأمطار مع ساعات المساء والليل. ولكن إذا ما ذهبنا ليوم الأربعاء فيتوقع كما سنلاحظ ازدياد في تأثير الحالة المطرية على المناطق الجنوبية من البحر الأحمر تشمل المناطق الساحلية من مناطق الساحلية مثلا الليث والقنفذة وحتى جنوبا باتجاه سواحل جزائر، وتمتد هذه الفرص الأمطار تشمل أيضا مدينة جدة مع ساعات صباح وظهيرة يوم الأربعاء، كما تمتد هذه الأمطار إلى المناطق أكثر داخلية تشمل كافة ومعظم المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة وتصل شمالا باتجاه مرتفعات المدينة المنورة بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض أجواء غيوم متفرقة وباردة نسبيا، 12 درجة مئوية درجة حرارة الصغرى المتوقعة هذه الليلة، درجات الحرارة العظمى متوقعة غدا والصغرى ليلة الثلاثاء على الأربعاء نبدأها شمالا من إسكاكا 21 إلى 12، عرعر 18 8 وتبوك 23 إلى 12 درجة مئوية. المناطق الغربية في جدة 34 21، المدينة المنورة 29 إلى 18، مكة المكرمة والطائف فرص لبعض الزخات من الأمطار وتكون العظمى في مكة من 33 إلى 21 وفي الطائف من 24 إلى 13 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في جازان 30 إلى 26 درجة مئوية، فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة تكون في أبها من 21 إلى 11 وفي الباحة من 19 إلى 11 درجة مئوية. المناطق الشرقية في الإحساء 22 إلى 10، في الدمام 22 إلى 12 وفي حفر الباطن من 18 إلى 11 درجة مئوية. ختاما في المنطقة الوسطى الرياض 22 إلى 12، القصيم أو بريدة 22 إلى 14 وفي حائل من 22 إلى 12 درجة مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة متوقع يسبق تأثير الكتل الهوائية الباردة التي تحدثنا عنها خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع، تكون درجات الحرارة في ساعات من 12 إلى 13 درجة مئوية لكنها تبدأ بالانخفاض اللافت اعتبارا من فجر يوم الجمعة. إذا هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. لمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارتنا عبر موقع طقس العرب arabia.com أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.